بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 15، مادة Technology of ICU Devices، موجهة لطلبة السنة الثانية المعاهد الفنية الصحية، شعبة فن تخدير، نهاية شابتر 3، المهندس مجدي يونس. المحاضرة فيها ثلاث موضوعات: Wall Suction و Lifting and Weighting Instrument و Special Bed ICU Bed. بداية، الأسرة في المستشفيات هي راحة المريض على السرير اللي هو الطبي. العنايات الخاصة، العناية، أي عناية بتبقى السرير، لازم السرير ياخد شكل خاص عشان الحالة بتاع المريض مور كومبلكس، فالسرير لازم يبقى مور كومفورتابل، بحيث ان العيان موجود على السرير ليل نهار، اغلب الوقت بتاعه بيبقى صاحي، فالكمفورتابيليتي هنا مهمه جدا. فاسئله العنايه لها صفات متعدده. الكمفورتابيليتي رقم واحد في الاستخدام وفي الترانسفير اثناء النقل. الاسئله بتبقى موجوده برده مش بس في الامرجنسي روم او الاي سي يو، في الاوبريشن روم والعنابر برده. It is required a carry out point of care procedure such as radiological procedure، يعني السرير بيسمح برضو بعمل أشعة، لأن الترابيزة هنا بتبقى translucent بالنسبة للإكس راي أو منفذة الأشعة، على أساس لو المريض اتحرك واتاخد من العناية للأشعة. المانجمنت اوف بيشنت في أثناء الحركة وخلافه. السرير ده ستافت 24 ساعة في اليوم، فلازم الانتنسيف كير يونت يبقى السرير ده بيبقى بنسميه ليفل 4 أو أعلى، يعني الكواليتي بتبقى عالية جدا، وبتصل الأسرة في بعض الأحيان إلى 150 ألف جنيه في حلقة في الأوقات اللي إحنا فيها، وبتصل ل 250 ألف جنيه على حسب التجهيز. برضه بيبقى الكتريكالي اوبريتد او ادجاستبل فور هايت، دي من النقط المهمه جدا، ان الارتفاع بتاع السرير برضو يبقى سهل الحركه وسموث، ويبقى التحكم في الحركه، وبرضو في النزول على اساس ان في بعض الاحيان بينزل عشان ياخد المريض ويعلى بيه تاني، فبرضو كل الحركه بتاع السرير بتبقى حركه فيري سموث. التكنيكال سبيسيفيكيشن، اولا في السبيشال بيد يبقى اكس راي ترانسلوسنت، دي نقطه مهمه جدا. بيبقى في حاجة كاسيت هولدر يسمح بوجود كاسيت هولدر. وجود كاسيت هولدر ده هيخلي السرير يبقى يتحط فيه الكاسيت لتصوير الأشعة، والكاسيت دلوقتي بقت سي ار او دي ار او خلافه. البيز فريم اند سبورت فريم اللي بيبقى من معدن صلب وقوي ومتحمل، الشاسيه الرئيسي والسبورت فريم اللي حامل الدراعات او حامل الهيد او كلام زي كده. برضه شود هاف مانوال كويك ريليس، يعني لو السرير بقى كهربي عاده، الكتريك موتورايز او موتورايز او بنيوماتيك، ولكن بيبقى فيه مانوال كويك ريليس على اساس ان تحرير لو الفرامل مثلا معينه او حركه معينه وقفت، فيبقى فيه مانوال حركه مانوال ان انا افك الايه الحركه الواقفه ديت، ان السرير يتعوج او يتميل او كلام من ده، فاقدر اصححه. البيد ماترز وشود بي ميد اب اوف هاي دنستي فوم، الاسفنج بتاع المرتبه يكون من متحمل الكثافه، مش حاجه رقيقه جدا كانه نايم على المعدن. تبقى انتي بكتيريال ايجنت برضو، ان برضو استبعاد الـ 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 البكتيريا والفانجاي، بيبقى من الحاجات اللي سهل تبقى ايزي تو كلين او ديس انفكتد. كل العناصر ديت في السبيشال بيد. سيفتي اوف اي سي يو بيد، الكتريك كارنت بروتكشن، يبقى فيه حمايه من برضه مفيش اي كهرباء او تسريب كهرباء في المعدن بتاع السرير. ديمونستريشن اوف سيستم از ماست، المرتبه بقى لها معالجات خاصه بالفيجوال انسبكشن، تبقى تغطي كل الحاجه الموجوده فيها، ويبقى تتشاف الاحرف والاجناب والسوست والكلام ده كله. ويكلي اور فولوينج ديسشارج اوف بيشنت، لازم التنظيف ده اسبوعي او مع خروج العيان، يبقى فيه جدول وموجود في العنايه وجدول مكتوب.
the cover should be checked to for any sign of wear أو ريبس أو ستيننج بريمابيلتي بوث سايد أوف ماتريس، يعني إن هو لازم تتشاف وتتفحص من الجانبين ما يتشافش من ناحية واحدة. فول مانثلي أوديت نيد تو كاريد أوت أون إيتش ستاتيك ماتريس. دوكيومنتيشن أوف ذا بروسيدر كومبليت ماست بي ميد. هنا لازم التوثيق بتاع هذا الكلام ويبقى فيه معالجة ومراقبة ومتابعة لهذه الجزئية، لأنها على بساطتها أنها مهمة جدا عشان الانفكشن كنترول كمان وعشان راحة المرضى ورضا المرضى. كليننج اوف اي سي يو بيد فريكوانسي اوف كليننج. ان هو الكليننج ده لازم يتضمن الفريم الشاسيه الرئيسي والاندر كارج للعجلات والماتريس والمرتبه والاساسيات المهمه والاعمده والبارات والاستندات. دي كونتامينيتد بتوين اتش بيشنت. التنظيف هنا او ازاله التلوثات بين كل عيان وعيان دي مهمه جدا، حتى لو مفيش تلوثات لكن لازم يراعى هذه الجزئيه. الانفيرومنتال كليننج كليننج ماست نوت بي كومنسد انتل ذا بيد سبيس هاز بين فاكيتد. دوكيومنتيشن هاند بيفور اند افتر كارينج اوت ذا بروسيجر. طبعا نظف الايدين قبل وبعد الاجراء. بوت ان ابرون اند ديسبوزابل جلوفز طبعا في اثناء التنظيف دوت، لان المهمه دي منوط بها الحاكمات، ولكن لو انت بتصلح حاجه وفيها حاجه زي كده برضه تتبع هذه الخطوات، ان لبس الجلوف والابرون والكمامه ده بيحميك من اي بكتيريا او اي تلوثات او جراثيم تكون موجوده او فيروس تكون موجود على الحاجه. اول لينين شود بي بليست. كل حاجات القماشيه والكتانيه والكلام ده بتبقى لها الكود الالوان الخاص بيها، يبقى معروف ايه ده، وعشان الكود الالوان ده ساعات بيعبر عن اللوكيشن والمكان والتخصص، فعلى حسب المكان واتباع سياسه المكان اللي انت موجود فيه تبقى اسلم الامور. المينتنس بيبقى بتشيك الاوبريشن بشكل عام، الارتفاع والانخفاض انه شغال. والهاند كنترولر انتجريتي بتشوف الدراعات بتاعه الحركه بتشتغل بتطلع بتنزل كل ده تمام. الكاسترز الموفمنت والبريكس والفرامل وكل الوحدات دي اللي هي القبعه بتاع اذا كان بتاع غطاء او اللي فيها جزئيه في الدماغ او كده. الفريم ستراكشر الكونديشن والانتجريتي والتماسك والقوه. الاكتويترز اذا كان فيه في اثناء الحاجه الميكانيكيه او الحاجه الكهربائيه مع الحركه في نويز ما فيش نويز. التيست تاج الليد والكونكتورز والفيش والكلام ده، ان بيبقى فيه كل الحاجات سموث ومش كابلات ماشيه بشكل خطا وكلام من ده. الماتريس ستراكشر شكلها العام وتكاملها وسلامتها وصحتها. البيد اند الاطراف نفسها الاستراكشر والموفمنت والحركه كل دوت. ولو في بعض الجنازير او اللوكات او كلام زي كده تبقى سلسه في الفك وفي التركيب، كل ده يختبر عشان تطمن ان الدنيا صح. بعد كده الليفتنج اند ويتنج اكويبمنت. اهميه الليفتنج اند ويتنج اكويبمنت، طبعا وزن العيان ضروره في حاجات كتيره جدا زي النيوتريشن اسسمنت او كالكوليشن اوف دراج دوز، يعني هنا في التغذيه وفي العلاج والفلويد بالانس الداخل والخارج من العيان والكلام ده كله. كل العناصر دي بتبقى وزن العيان رقم مهم جدا. في بعض الاحيان العيان يتحط على انهي جهاز دون جهاز تاني، في تفاصيل جدا مرتبطه بوزن العيان، فالوزن الصحيح بيؤدي الى ميديكيشن صحيح. مشاكل الوزن العيان بتعمل لي ساعات انكونسيستنس ان ذا كورنينج بيشنت بودي ويت كان هاف نيجاتيف امباكت اون ذا بيشنت كير، تنعكس انعكاس كامل على العنايه بالمريض ورعايه المريض والميديكيشن اوف ذا بيشنت. This can increase the risk of error in diagnosis، طبعا تنعكس على التشخيص وتنعكس على العلاج وتنعكس على النتيجه وعلى الشفاء والريكفري. In many hospital the waiting equipment are not calibrated for long time، طبعا ما بنهتمش على بنستبسط هذه العمليه ونقول ده عمليه موجوده في الشارع، ده حاجه بسيطه لكن هي طبيا عمليه مهمه جدا، فالناس ما بتبقاش متدربه عليها وبتجيبها بتريل اند ايرور وبتجيبها بطريقتها، طبعا بتحتوي على ميجرنج ايرور والاخطاء دي تنعكس على العمليه الطبيه. اغلب المستشفيات ما بتدربش الناس حتى على هذه الخاصيه، فدي مشاكل بديهيه وموجوده
في التعامل مع الموازين في الخاصه بالمرضى في المستشفيات. السيفتي اند ميجرمنت بروسيدجر لازم نراعي بقى اعتبارات واحنا بنوزن عيان او الموازين دي بتكون فيها حاجات كتيره جدا. تبقى عندك بروتكتيف كفرنج، دي مهمه جدا، اتاكد ان السكيل ده بالانسد ومظبوط، والديسبلاي الزيرو ليفل بتاعه او الزيرو او عداد اللي بيشاور على الزيرو ده مظبوط. وين يوزن بتشين تشير سكيل، هنا في بعض الحالات بتحط العيان بكرسيه على الميزان، يبقى التشير ده هو طالع منه الوزن بتاع التشير نفسه. برضه الكلوس بتاع البيشنت، الملابس تبقى الى حد ما سيميلر ويت وسيمبل، مش عامله فرق نوعي في الوزن. دونت ويت يانج شيلدرن اون ذا سكيل اوف هاي كاباسيتي ديزاين فور ادلت، هنا برضو الاطفال يعني لو في خطا كيلو في الادلت ما يفرقش، لكن لو في خطا كيلو في شيلدرن بيتحط على موازين الكفه الصغيره البيبيهات الصغيرين اللي في الحضانات، ده تعمل مشكله كبيره جدا. سكيل شود بي كالبريتد افري يير، لازم يتعاير كل سنه. ذا ستاف شود بي تريند، الناس تبقى متدربه كويس ومستعرفه تستخدم الجهاز كويس. والفيجوال اسيسمنت يبقى في اندرتيك فور فيجوال اسيسمنت، انشور ذات نو بارت اوف ذا ويت بلاتفورم از تاتش ذا اوبجكت، ممكن الميزان لو اثناء الوزن لمس حاجه فوزن الوزن نفسه بيتغير، الوزن بيبقى يتاثر السبرينج بالتلامس. All scale that are used in for medical application should be class 3 or higher، هنا class 3 or higher يعني درجة الدقة والحساسية بتاعته بتبقى عالية. Each hospital or trust should be procure all waiting equipment centrally، لازم التعامل مع هذه الوحدات بحرفية. ثالث حاجة الوول سكشن، الوول سكشن بنركز عندنا الاكسجين والكمبريزد اير لازم موجودين بشكل اساسي، ويبقى في على الاقل الوول سكشن زي الرسم موجود كده، عندنا الاير والاكسجين والسكشن، بيبقى الثلاث حاجات دول من الحاجات الاساسيه الموجوده في العنايات. بيزيد عليهم الرابعه في النيتراز اوكسايد في العمليات، لكن لما بنيجي نتكلم عن وجود هذه الوحدات في العنايات المركزه، يفضل ان يكون فوق العيان او مع كل سرير 2 اكسجين اوتلت مخرجين اكسجين، وعلى الاقل مخرج، ويفضل ان يكون 2 كومبريزد اير. الكونكشن اوف اكسجين اند كومبريزد اير اوتلت ماست اوكير باي كي بلاد تو بريفنت ان ذا اكسيدنتال انترشينج اوف جازز. طبعا هو بالتاكيد ان فيه فيل سيف وفيه البلاج، بيراعي اعتبارات الفيل سيف ان مش هيحصل غلط ان انت تركب مخرج مكان مخرج او تركب جهاز في مخرج غلط، الاجهزه بتحمي نفسها. في كل وحده من وحدات المستشفى بتوع الغازات موجودين، وهي بتبقى مانوال شوت اوف فالف، لو انت نزعت الكابل من الكابل الخاص بالجهاز من المخرج هو بيقفل لوحده على اساس ما يسربش الغاز اللي هو في داخله. برضه في حمايه من الفاير والاكسسيف بريشر، وبرضه الاغراض الاصلاح والصيانه، والصيانه بتتم طبعا في الغازات بمعرفه المتخصصين، ومراعاه السيفتي ريكويرمنت، على الاقل 3 فاكيوم اوتليت بير بيد بيبقوا موجودين، الثلاثه اللي موجودين طبعا كل واحد عليه الريجوليتور بتاعه. ذا فاكيوم ماست بي مينتيند ا فاكيوم اوف ات ليست 290، الفاكيوم هنا بيبقى 290 ملم زئبق على اساس يقدر يشفط ويقدر يعمل حاجه، وتتظبط الالارم ان لو نزل لحد 94 ملم زئبق، ده الكود الفريق المعيار المستشفيات، لو قل لحد 190 فالجهاز يزمر، يعني الفاكيوم هنا السكشن بتاع الفاكيوم هنا ضعيف ما يلحقش يشد حاجه او يسحب حاجه. الريجوليتور وور سكشن اوتليت ريجوليتور اللي هي الار، الريجوليتور اللي هو الرسمه اللي الموجوده ديت، ذا وور سكشن اوتليت ريجوليتور از ذا فالف لايك ميكانيكال انترتشينج بتوين ذا سكشن كاسيتر اند ذا هولينج، بحيث ان انت تقدر تريجوليت او تنظم او تحدد الضغط اللي انت عايزه قد ايه اذا كان عندك سنترلايز فاكيوم في المستشفى.
فالريجوليتور هنا بيحدد درجه الاحتياج، لان انت ممكن تشفط، تكون بتشفط حاجات صغيره، ممكن تكون بتشفط حاجات بسيطه وحاجات كبيره على حسب. فانت بتظبط بالريجوليتور اللي انت عايزه، وجيج بيبقى ملحق بالريجوليتور عشان تشوف الدنيا ماشيه فيها ايه. هذه المحاضره انتهت، انتهى شابتر 3. اشكركم والى محاضره قادمه.